زراعة النخاع العظمي إنجاز طبي بالدار البيضاء بفضل علاج مبتكر، عملية استفادت منها طفلة، تدخل دقيق مكن من إنقاذ حياتها. في الشأن الطبي، تمكن طاقم طبي بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء من إجراء عملية لزرع نخاع عظمي لطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، كللت بالنجاح. عملية صعبة ومعقدة تتطلب علاجا وتدخلا طبيا دقيقا. خالد أزدون ومحمد العروي. عادت الابتسامة من جديد لمرام ووالدها. مرام أجرت عملية لزراعة النخاع العظمي كخيار أخير لها بعد استنفاذ كل الحلول الممكنة. هي الآن تحت المراقبة الطبية للطاقم المشرف على العملية. البنت بنتي وتتمرها بنتكم، ديروا اللي كتشوفوا في الصالح ديالها قوموا به. تجمعوا الستاف ميديكال ديالهم، درنا العملية الله يخلف عليهم والحمد لله، كنشكرهم جزيل الشكر. عملية زراعة النخاع العظمي تتطلب دراسة معمقة وتعد من أصعب عملية الزرع الموجودة. 11 شهرا من المتابعة لحالة مرام تأكد من خلالها أنه لا ملجأ إلا لزرع نخاع عظمي إن أرادت أن تبقى على قيد الحياة. زراعة النخاع العظمي هو علاج مبتكر ومحدد بعدة معايير حينما تستعصي كل الحلول، سواء عبر العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. هذا ما يضعنا أمام الخيار الأخير، ألا وهو زراعة النخاع العظمي. نعود لزمن إجراء العملية. لم يتردد الأخ الأكبر بالتبرع لأخته بعد التأكد من المطابقة، فما كان إلا أخذ عينة من نخاع العظمي وزراعته للأخت الصغرى. عملية معقدة جدا ولا تحتمل الخطأ بنسبة ولو قليلة. عند عملية الزرع نضع كل التوقعات والصعوبات في الحسبان، مثل رفض النخاع العظمي المزروع من طرف الجسم، وقد يحدث العكس أيضا برفض النخاع العظمي المنقول للتجانس مع الجسم. وردات الفعل هذه هي ما يجعل هذا النوع من العمليات صعبا جدا. هذه العملية يعني كنديروها أول مرة في مستشفى الشيخ خليفة. كانوا بزاف تاع الصعوبات، مي يعني الحمد لله حنا والطاقم الطبي والشبه الطبي والطاقم الإداري تاع المستشفى تغلبنا عليها. يعني كلنا تنجلسوا تنديروا دي فورماسيون، يعني تقريبا كل نهار يعني دي فورماسيون كونتيني حنا والطاقم الطبي والطاقم الشبه الطبي. مرة أخرى يؤكد الأطباء والمختصون المغاربة على الحنكة في المجال. مرام عادت للحياة وستغادر المستشفى في أقرب وقت ممكن.